إعلان دبي للسياحة عن بدء موسم جديد من مهرجان دبي للتسوق يوم 26 ديسمبر 2019 يستمر على مدى 6 أسابيع حتى 1 فبراير 2020. يتميز مهرجان دبي للتسوق بعروض وتخفيضات كبيرة تقدم في جميع المحلات بالمراكز التجارية ومختلف وجهات التسوق، ويشمل المهرجان حفلات غنائية مميزة تضم نخبة من أشهر الفنانين تقام في عطلات نهاية الأسبوع، بالإضافة للاحتفالات الضخمة والفرق الشعبية وعروض الستاند أب كوميدي وأنشطة الأطفال الترفيهية ومجموعة من عروض الأزياء. تشمل فعاليات افتتاح الدورة 25 من المهرجان حفل مميز في وسط مدينة دبي، ده بالإضافة ل 12 ساعة من التخفيضات الحصرية في جميع مراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم تصل ل 90%، تنطلق يوم 26 ديسمبر ابتداء من الساعة 12 ظهراً وحتى منتصف الليل، مع إتاحة الفرصة ل 25 متسوق للفوز بمبلغ 10,000 درهم لكل منهم. يشهد المهرجان الموسم الحالي إضافة جديدة تتمثل في سلسلة من الأسواق الخارجية المؤقتة فلاست إكزيت الخوانيج وشارع الرقة وسيتي وقتو. وتحاكي فعالية السوق التراثي في منطقة السيف الأسواق التقليدية في الإمارات ويتخللها مجموعة من العروض الفنية والترفيهية. ومن 16 يناير حتى 1 فبراير 2020 يقام السوق الموسمي في منطقة برج بارك، ويشهد مشاركة مجموعة من الفرق الفنية والموسيقيين المحليين بالإضافة لمجموعة من مصممي الأزياء. يقيم المهرجان عروض الألعاب النارية يومياً في The Beach والسيف ولامير ودبي فيستيفال سيتي وThe Point وبرواز دبي. يتيح المهرجان فرصة الدخول في سحوبات على جوائز مميزة بما فيها سيارة إنفينيتي وجائزة كبرى قيمتها 1,000,000 درهم تقدم لفائز واحد فقط في نهاية المهرجان، ده بالإضافة لمبلغ 200,000 درهم يتم السحب عليه يومياً في منطقة السيف. عشان تعرفوا كل حاجة بتحصل في دبي اشتركوا في قناة دبيات على اليوتيوب وتابعونا على فيسبوك وتويتر وإنستغرام.